أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا كان أخي ليس له أولاد وهو عقيم، ولا يوجد من يحجبني عن إرثه، فهل لي أن أعطيه الزكاة على الرغم أني ممكن أن أرثه؟ لا، على المذهب لا، ما تعطيه الزكاة، لأنه تجب عليه، تجب عليك نفقته إذا كان منقطعا ولا يقدر على الكسب، منقطعا ولا يقدر على الكسب وهو محتاج، يجب عليك أن تنفق عليه. نعم، قال تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، لما ذكر نفقة الجنين قال: وعلى الوارث مثل ذلك، يعني ينفق عليه، جعل الإرث هو السبب. نعم.